واخويا دابا كان الناس شحال هذه الناس القدام كان الناس كانوا تي المهم كانوا تي زعما كانوا تيغنيو اغاني زواونه بحال محافظ ام كلثوم الجيل القديم يعني راه كانت شي حاجه اللي زواونه اما دابا ولات تخربيق اي اغنيه ما تفهمش كاع شنو كيقولوا فيها كاع تخربيق وصافي بحال البيك البيك دابا شنو تيهضروا كيخص الهضره وكل شيء فهمتيني يعني ما كاينش شي حاجه اللي تيدخل شي مع شي شي مع شي مؤخرا ولاو مجموعه ديال الاغاني فيهم تخص الهضره انت كتشوف شنو الراي ديالك في هذه الاغاني واش كتصنط لها دابا اخي على حساب كاينين دابا خرجوا شي اغاني ديال الراب وكذا فهمتي دابا هو شي تيقول لك زعما تيعبروا على السيل ديالهم فهمتي هما عندهم داك المغنيين اللي تيغنيو هاد الاغاني هادو عندهم اخي دابا بحال الحريه ديالهم فهمتيني يعني حنا خصنا نحترموا لهم الحريه ديالهم هذاك الشيء ناقص ما مغنيين شويه ناقصين فيه في الاخر ديالهم وصافي هادو اللي كاين الكلمات كيفاش تيجوني زعما مزيانين ماشي لا لا تخسر الهضره لا عليك تسمى بحال اللي كطيح فيها نطيح في راه نطيح في القائمه ديال الاذاعه نطيح في القائمه ديال فهمتيني هادو اللي كاين الجمهور عاوتاني كتولي عاوتاني بحال اللي ردك تيقول لك هذا راه هضره فروش في عقله ولا مازال ما عارفش فهمتيني هذا مازال ما مجربش ما عندوش تجربه على بعض الايقاعات ديال الاغاني بما يسمى بين قوسين الواي واي كيشطحوا بواحد اللباس اللي شويه مزير اللي كيثير الغرائز الجنسيه ديال الشباب فهاد الشيء كامل تيديروه كيف قلت من اجل الاغراء ديال الشباب ويستقطبوا لي زابوني ويستقطبوا لي لايك ولو بزاف ديال الاغاني اللي تنعرفهم فيهم غير تخربيق ما كاينش شي اغنيه زعما اللي تركز معها تمشي معاها بحال مسلم مسلم تعجبوني الاغاني ديالو مسلم مسلم كيعجبوني الاغاني ديالو مسلم يعني تيقول لك شي حوايج اللي زواوني كيعجبوني المهم كنمشي معاهم ف تيقول حاجه تبع حاجه فهمتيني الحاجه اللي تبع حاجه يعني كتفهم شنو تيقول اما دابا الجيل هذا فيهاش خصها الهضره يعني ما اصلا ما تنسوقش كاع الاغاني دابا تنسمع شويه من تنشوف القديمه شي هي هذيك ما تبقاش كاع غادي معاها يعني ما تعجبكش الى عجبكم الفيديو ما تنساوش الاشتراك والضغط على الجرس باش يوصلكم الجديد